تفرجي حدا شغلة بدها تصير تروح حسيت تلاقيها مش تلاقي شيء تشبهها تلاقيها أقل هيدا الكونسير رح يكون بيك شوت. ومعنا مباشرة من بيروت نجمي مايا دياب. مايا صباح الخير وألف ألف مبروك على الحفل سلف، بس بدنا نعرف كيف التحضيرات. صباح الخير وصباح النور، شكرا على الاستضافة. التحضيرات نحن محضرين كتير منيح، مبسوطة كتير أنه أنا رح أكون على منصة شاهد بي بي، مبسوطة أنه عم شارك كل الناس وكل العالم العربي بهالكونسرت اللي يمكن ظروف العالم بهالسنتين الأخرانيات خلونا نقول أكتر قصص أونلاين، مش كل العالم عرفت وأدابت. أنا يمكن كنت أول فنانة عربية بعمل حفل افتراضي على الإنترنت، ومبسوطة أنه عرفت طور بهذه التقنية وهالحفل، وأنا شو بدي وصل للناس وشو بدي أقول لهم بكل مرة بطلع فيها لايف. وهيدي المرة رح تكون أحلى مرة بوعدكم. نهار الخميس كلنا سهرانين عم نحضر، كلنا محمسين وكلنا ناطرين، لأنه شفنا مايا دياب يعني نحن نتوقع دايما في جنون وفي فن وفي استعراض بدون ما نكشف مفاجآت. نحن كجمهور شو فينا هيك نعرف شيء بسيط نتوقع الحفل الخميس؟ حماسة جدا لكل الناس اللي عبالهم. أولا في مفاجأة كتير حلوة يمكن مرقت بلشت تمرق على كل بلاتفورمز وبيشاهد أكيد، اللي هي ماسكوت سوبر مايا. أولاً سوبر مايا رح تكون عم تشاركنا الحفل وعم تهتم بالحفل، وتانياً الحفل كله وكل أغانية راحوا على طابع شوي أجدد لحتى يكونوا حماسية أكتر، لأنه أنا بعرف أن الناس بالبيت اليوم بحاجة أنهم ينبسطوا يتسلوا، مش كل الناس بعدها قدرة تظهر من البيت، في بلاد بعد فيها حجر. هذا الشيء بيساعد انه الانسان هيك يغير جو. الاغاني رايحه اكثر على سايد دانس واي دي ام ميوزك، وفي كثير الوان، في تقنيات جديده مستعمله بالحفل، وفي اغنيه جديده وهذا الاهم كمان لانه راح تنزل مع شاهد نهار الخميس. احلى كلام وسوبر مايا لحالها هي فكرة جديدة. ايه بدنا نعرف انه اليوم انا عملت يعني شفنا الماسكت وهيك عرفنا انه في حدا عم بيساعدك، بس ما فهمنا الفكرة ليش في ماسكت وشو دور هالماسكت وسوبر مايا شو حتعمل معك على ستيج. اوكي رح اقول شيء. انا باواخر 2019 نزلت غنية، ان شاء الله ما اكون غلطانة بالديت لانه انا ماني كتير قوية بالديت، يمكن تكون ب 18 أنا عبول 19 anyways اسمها أنا الغنية. الغنية كان الكليب تبعها ماني موجودة أنا فيه، وكان في مثل كارتون يعني كاركتر عم بيلعب هالكليب. الناس قد ما حبوه والولاد قد تفاعلوا مع الكليب وحبوه كتير، قررت أنه انتقل من مرحلة الكليب وأعمل جيم نلعب عليها ومنخلي سوبر مايا هي تتنقل. With time اكتشفت انه انا اذا بقدر اوجد هالكاركتر حدي وعيش انا وياه بيكون يعني شيء اكيد. يعني بتعرف بعصرنا اليوم بحاجه نحن للقصص الحلوه والجديده مبتكره، والناس تكون هيك تقدر تستوعبها وتحبها وتقول ايه شيء حلو وجديد. هذا اللي صار. سوبر مايا صارت مش شخص حقيقي، رح اقول شيء حقيقي حدي رح تحبوه كتير، بيخلق بالكونسرت باول الكونسرت. أكيد حياتها مكملة معي ليتر، أكيد الجيم رح تكون اللونش تبعها بعد الحفل، بس أهم شيء إنه هي بالحفل بتهتم بكتير أمور. هي كاركتير بده ينافس مايا كل الوقت بكل شيء، بالمغنى بالتحضير بتلعب معها بتسلي الناس بتمرن الناس على الرقص، عندها كتير أدوار تعملهم. الأهم إنه نكون نحن عن جد قادرين نكون كرياتيف بظروف العالم اللي عم يمرق فيها الصعبة، نكون كرياتيف ونكون عم نعمل ستيبس مختلفة كل واحد بالفيلد تبعه. مايا لأنك ذكرتي يعني أول شيء أنت أول فنانة عربية بتعملي كونسرت فيرتشولي، بس أكيد الفنان العربي يعني بحب يكون موجود أمام جمهوره. الفرق لما الفنان يكون عم بغني فيرتشولي أكيد العالم مبسوطة بكل وقت عم تحضره لايف، وأكيد تكون مبسوطة أكتر لما تكون موجودة بالحفل يعني جسديا، بس الفنان شو بتفرق أكيد. عنده لما يكون الجمهور موجود بفرق كتير، لأنه التواصل وكل شيء بتخلقه أنت من المسرح لعند الناس. أنا أوقات بروح على الحفلة حس بصير عندي أصدقاء من أول الحفلة لآخرها كونهم مع
الناس السهرانة، الناس المتفاعلة اللي عم بيرقصوا أكتر شيء، بس الحس أني عم بتوجه لأشخاص معينين بالحفل لحتى يكون فيها التفاعل بيني وبينه. إنما لما تروح على استوديو وتغني بالستوديو قدام بس الكرو الموجود اللي هو أصلاً مشغول باللي عم يعمله، يعني كل واحد عم يعمل شغله، صحيح. أنت بدك تخلق هال الكونكشن الفيرتشوال كمان بينك وبين هالناس اللي عم بيحضروا لحتى تقدر تجذبهم لإلك، تحسسهم أنك أنت معهم، تعطيهم يعني أنا من عندي بدي أعطيهم هيدا الحب والمحبة الكبيرة ليقدروا يطلعوا يشوفون بعيوني بتصرفاتي. هذا الشيء منه هين، لأنه عادة في فنانين عندهم مشكلة يقفوا على المسرح، خوف يمكن أو يستحوا شو ما كان، هيدا بتزيد times 100 إذا أنت واقف لحالك قدام كاميرات عم بتغني لناس عددهم أكبر كمان، صحيح. من عدد الناس اللي يكونوا موجودين بقاعة معينة أو بحفل معين، فهذا الشيء منه هين. ما في شيء بعتقد أنا بوقف مايا دياب، يعني سواء كورونا أو حجر نعمل حفلات فيرتشول. وملاحظ أنا يعني ريسنتلي في نشاط كبير فني، بدي خبرك أنا كنت من أول أشخاص اللي سمع أغنية الكعب العالي، واليوم صارت 8 ملايين مشاهدة، كنت عم بسمعها مع سالي وهذه اللي بوجه لهم تحية. ألف مبروك على الغنية، وألف مبروك على الأغنية الشعبية المصرية. وعرفت أنه هلأ كمان عم بتصوري فيديو كليب، أدي أنا اليوم عم بصور كليب، يعني أنا ركضت لأنه تما أطلع كمان بلوك الكليب غيرت شوي. اليوم نحن عم نصور ومبارح كنا عم نصور، عنا عدة أيام تصوير لهذا الكليب، هي سيلفية بامتياز اسمها أهلا وسهلا، وكمان شعبية كمان فيها كتير حب، فيها كتير تفاؤل، وفيها كتير فرح، دغري بيوصل لك الفرح منها للغنية. وإذا حبيت الكعب العالي رأفت أكيد رح تحب أهلا وسهلا. اليوم عم بشتغل مع المخرج جات شويري وفريق عمل بياخد العقل، ويعني so excited صراحة ومبسوطة كتير، لأنه بكرة عم برتاح فقط لأقدر أتحضر لنهار الخميس، نهار الكبير نهار الخميس. بدي منك هيك دعوة هيك أخيرة لكل الجمهور اللي حتى ينطرنا الخميس بهذا الحفل. أوكي، نهار الخميس حفلة مش عادية، وبعرف أنه في كتير ناس أطفال لأعمار كتير كبيرة عبينا أنه يكونوا قاعدين بالبيت عم يتسلوا. ما إلكن غير تسبسكرايب على شاهد VIP، الحفلة رح تبقى على شاهد لفترة مش هينة، إكسكلوزيف أكيد على شاهد، والغنية الجديدة رح تكون بهالحفلة، سوبر مايا رح تكون بهالحفلة، ومايا رح تكون بهالحفلة. نحن بانتظار مايا وسوبر مايا الخميس. شكرا كتير لإلك لوجودك معنا اليوم، وأنا من أول الناس اللي رح أعطيك رأيي كمان.